بناتي طلبة الثانوية العامة، أهلا بيكم. اليوم بقدم بيكم مادة البيولوجي، أتمنى إن شاء الله أكون موفق في تقديمها ليكم وتكونوا في استفادة منها. يونت 1، يونت 1 بتتكلم عن structure and function in living organisms. اليونت دي يونت كبيرة بتتكون من 4 شابترز. 4 شابترز. أول شابتر اللي هنبتديه النهاردة إن شاء الله، شابتر 1 support and movement in living organisms. Support and movement in living organisms. بندرس ايه؟ بندرس support in plants, support in humans, بعد كده movement in plants and movement in humans. هناخد النهارده support in plants. تعالوا بينا نشوف مع بعض support in plants. The support in plants بيتكون من نوعين من support. نوع اسمه physiological support والنوع التاني structural support. physiological support ده مرتبط، نوع الphysiological support مرتبط بالpresence والavailability of water. هل في water enough ولا ما فيش، ولا في lack of water. ده physiological، ده affect the whole cell. affect the whole cell هنعرف ازاي affect the whole cell و affect the whole plant و affect the life of the plant. ده الphysiological support بيبقى temporary، لأنه كلمة temporary معناها مؤقت، و temporary معناها إنه لو في enough water هيبقى في physiological support، لو في lack of water يبقى في برضه lack of support. ممكن lack of support physiological support leads to death. إزاي؟ بيحصل wilting، بيحصل ذبول للplant وده leads to death. هنشوف الكلام ده بتفاصيل واحدة واحدة. تاني حاجة structure support. structural support ده في الحقيقة عبارة عن chemicals. الchemicals ازاي بيحصلها deposition أو precipitation في السيل، وبالأخص السيل وول، تمام كده؟ ودي بتدي نوع من support في structure، structure بتاع plant cell wall أو structure of plant cell. النوع ده structural بيبقى permanent support. permanent support يبقى ال structural permanent support وال physiological temporary support. اوكي، ال structural بيشمل chemical compounds بيحصل لها deposition precipitation على ال cell wall او between ال spaces اللي في ال cell wall، تمام كده؟ وده بتدي permanent support. بالنسبه لل physiological لا، مرتبطه بال water entry وال water exit بتاع ال water. تمام، الووتر انتري والووتر اكسيت فروم بلانت سيل. نكمل كده مع بعض ونشوف. اول حاجه هناخدها النهارده هناخد الفيسيولوجيكال سبورت. بس نبتدي فيسيولوجيكال سبورت، تعالى نشوف الاكسبيرمنت الجميله دي بدايتها ايه. عندي تايمر وعندي بيكر او كب، بنحط الشايا سيدز، في شويه شايا سيدز بكميه معينه، بعد كده بنأد ووتر اوكي 250 ml لغايه ما املى تقريبا الكب. طيب بعمل ستير وميكس كويس لغايه ما يبتدي اعمل فيلنج للكب ده واسكت. بص على التايمر، مشاور على 9 تقريبا، 9. خلصنا البورينج كده اهوت. طيب بعد كده نعمل ايه؟ بس خلاص خلصنا البورينج والستيرنج. لاحظوا ان في تو فيسز في الكاب، في فيس فوق وفي فيس تحت، في ليفل فوق وليفل تحت بينهم ووتر. ايه اللي هيحصل مع التايم لابس؟ الكاميرا بتصور تايم لابس، كاميرا تصور، هتلقوا السيدز ابتدت تقرب لبعضها، وابتدى الفراغ اللي هو كان فيه ووتر ابتدى يقل. ده معناه ايه؟ معناه السيدز حصل لها سويلنج، وحصل لها ايه؟ نوع من انواع السويلنج، خدت ووتر انتيك وحصل لها سويلنج. السويلنج ده زود الفوليوم، زود ايه؟ الفوليوم. طيب حصل فيلنج داخل السيدز، فيلنج باي ووتر، باي ووتر انتري. طيب نشوف التايم لغايه امتى يحصل الصفر. واضح هم اختاروا شايا سيتس لانها فاست في
الفيلينج افكت بتاعها، عشان كده صوروا شاي سيدز. التايم خلاص قرب يخلص، هوب ستوب. طيب ده معناه ايه؟ معناه تقريبا ما كملناش ساعه وحصل ايه؟ وحصل اوبزرفيشن ان في فعلا في فيلينج افكت للووتر داخل السيدز. طيب عظيم. طب ايه رايكم في سيدز كومن بالنسبه لنا؟ ايه السيدز دي الكومن بالنسبه لنا؟ السيدز دي كلنا نعرفها، هي عباره عن البينز، كومن بينز اللي هو الفول العادي بتاعنا. ولو شفنا كده، شيل بس الصوره بتاعتي، لو شفنا كده هوت اول حاجه في السيدز اهي، ها ده بينز. البينز دي لبتناها، عملنا لها سوكينج في الووتر سيفرال دايز، تمام كده، لغايه ما ابتدت القشره اللي هي التستا او السيد كوت يحصل له ايه؟ تيرنج. ليه تيرنج؟ انت كنت مكرمشه في الاول، كنت رنكلد الاول، دلوقتي ليه حصل كده تيرنج؟ لان في الحقيقه الامبيريو اللي جوه مجرد في امبيريو داخل الكوتيليدونز، ما بين الكوتيليدونز والكوتيليدونز نفسها عملت ايه؟ ابسورب للووتر، حصل لها سويلنج، ونتيجه السويلنج الفوليوم انكريس، ونتيجه الفوليوم انكريس الكوت مش على القد بقي تايت، فحصل تيرنج وابتدت تظهر الكوتيليدونز، وابتدى الامبيريو يعمل جروث وعمل ريسبيريشن وجروث، وابتدى يطلع الزلومه بتاعت الفوليه دي اللي هتبقى فيما بعد اللي هو الفيوتشر روت. تقدر تعمل اكسبيرمنت دي، واكيد انت شفتها في يوم من الايام كتير. طب تعالى بينا نكمل، بس هتاخد سيفرال دايز على عكس الشاي. لو انت اخذت الترمس، الترمس بلانت مشهور بالنسبه لنا، بنقدمه في الاعياد والمناسبات الجميله. الترمس ده السيدز بتاعته بتبقى رينكلد، لما اشتريها من الراجل رينكلد مكرمشه، لكن مجرد ما اعمل لها سوكينج في سيرتن اماونت اوف ووتر، وطبعا في بروسيدور كده بتتعمل في البيت علشان اعمل الترمس ده. المهم حصل ايه بعد سيفرال دايز؟ حصل سويلنج في نفس الفوليوم اوف ووتر، سويلنج، شايفين الفوليوم قد ايه؟ ابتدت تشغل جزء من ايه؟ الفوليوم بتاع الجار. طيب عظيم. ده معناها ايه؟ معناه سويلنج، معناه فيلينج افكت باي ووتر انتري. ناخد صوره كمان، ادي الترمس بالتو فيجرز بتوعه، ادي الرينكل سيدز تمام كده وهي دراي اللي هي دي، وهي الناحيه دي سوكد ان ووتر فور سيفرال دايز وخلاص جاهزه للاكل. طيب تعالوا بينا، ده الصوره بتعبر عن دراي سيدز وكمان جيرمينيتنج سيدز او سوكد سيدز. طيب تعالوا بينا برضو نشوف، الله طبق جميل في درايد فروتس، سيفرال تايبس تمام كده من درايد فروتس. دي كانت درايد فروتس اتعملت ازاي؟ كانت اصلا فريش لما عملنا لها هارفست من التري، كانت فريش وكانت جميله جدا، فيها لارج اماونت اوف ووتر، لارج اماونت اوف ووتر. طب دلوقتي لا، بتكنيك معين عملنا ايفابوريشن للووتر كونتنت. قد يكون انا محتاج الفروتس دي تتصدر او استوردها من مكان بعيد، ممكن ياخد سيفرال مانسز ان سيز في الشيبس عشان يتنقل لي لغايه عندي، فممكن تبوظ لو هي فريش، فالافضل اعملها بريسرفيشن باي ايفابوريشن او دي هايدريشن اوف ووتر. دي هايدريشن اوف ووتر يعني ريموفال اوف ووتر كونتنت. اطلع منها ايه؟ اطلع المشمشيه وقمر الدين والزبيب، صح كده، والديت، ده كله قدامنا، الريزنز وطبعا الابريكوت والديتس وبعض الانواع الثانيه، ممكن في انواع انا ما اعرفهاش اصلا. طيب نكمل كده مع بعض. لو احنا اخذنا مع بعض the bath of water through plant، the bath of water through plant، عندنا هنا عاوز اشرح البلانت اللي بنتكلم عنه ازاي supported. طب ما ناخد الاول structure بتاع البلانت. البلانت بيتكون من حاجه اسمها root system، ده طبعا root system عباره عن المين root، صح كده؟ المين root اللي هو بيبقى hidden in soil، وجزء above soil دي soil surface ده طبعا، والجزء above السيرفيس بيسموه شوت، شوت ايه؟ سيستم، شوت ايه؟ سيستم. يبقى روت اند شوت، روت اند ايه؟ شوت. طب الشوت ماسك ايه؟ المين ستم والبرانشز والليفز، مين ستم وبرانشز والليف. انا عاوز اقول معلومه بسرعه اخلص، من فضلك ما تحفظش حاجه، حتى ورايا ما تحفظش، لكن افهم كويس ومع التكرار ومع المذاكره تلاقي نفسك قادر انك تعبر.
ما تحفظش حاجه، البايو مش ماده حبس. طيب المهم الشوت سيستم بقى عباره عن مين ستيم، وعباره عن برانشز، وعباره بينتهي ايه بليفز. الليفز دي فاكتوري اوف فوتوسينثيسيس. طيب عشان تبقى فاكتوري اوف فوتوسينثيسيس لازم الووتر يتنقل لها. هيتنقل ازاي؟ طبعا لو كبرت الايمج دي بصوا معايا اهو، هنا في سويل بارتكلز اللي هو الكلي الطينه مليانه ووتر، لا اما رين لا اما الفارمر حط ووتر او انت حطيت ووتر. ايه اللي حصل؟ الكلي ده مشبع بالووتر بقي مد، تمام كده؟ ايه اللي حصل؟ الووتر ده السول بارتس دي لازقه في روت هير سيلز. طبعا ده سكندري روتس، كل البرانشز الكبيره دي سكندري روتس، وبعد كده برانش صغيره من الروتس بيسموها روت هير سيلز. روت هير سيلز، الروت هير سيلز دي لازقه في المد بتبتدي تعمل ابسوربشن للووتر الموجود في الكلاي في السويل. وازاي يدخل الووتر؟ باي اوسموسيس. باي ايه؟ اوسموسيس. منين ما نجيب سيفيت الووتر؟ لازم نقول موف ووتر موفز باي اوسموسيس، موفز باي اوسموسيس. طيب الووتر اتنقل من الروت هير سيلز للسكند روتس، وفي سكند روتس في زايلم اللي هو دارك لاين ده، بعد كده يتصل الزايلم الموجود في السكند روتس بالزايلم في المين روت، وبعد كده الووتر موف اب 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 لغايه ما يروح للبرانشز، ومن البرانشز للمدرب بتاع الليف، ومنها برانشز صغيره داخل الليف عشان يوصل الووتر لكل الفوتوسينثيتك سيلز. حلو قوي. لكن واضح ان في اروز هنا هو بتخرج الووتر، الووتر اللي خدناه من تحت في جزء منه خرج باي ترانسبيريشن، باي ترانسبيريشن عن طريق فتحات معينه هنشوفها مع بعض بعد لحظات. نشوف كده مع بعض. تعالوا بينا الميكانيزم اللي انا شرحته دلوقتي، الووتر ان سويل يتنقل للروت هير سيلز باي اوسموسيس، تمام كده؟ دي سيلز الروت هير سيلز، دي سيلز من الابيدرمال لاير من الكفر بتاع البلانت في منطقه الروت، وبعد كده بيتنقل الووتر انتو روت كورتكس اللي هو بقيه السيلز لغايه السنتر. في السنتر بتاع الروت بلاقي ايه؟ بلاقي زايلم فيسل زي ما شايفين كده، زايلم في سلندر او الستيل في زايلم فيسلز. الووتر موفز اب 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 لغايه ما يوصل للليفز. طيب وصل الليفز ابورد موفمنت ثرو زايلم تو ليفز، ومنها جزء يوزد اب فين؟ في الفوتوسينثيسيس، في الرياكشن، في الايكويشن الخاصه بالفوتوسينثيسيس، وجزء ترانسبايرد ثرو ستوماتا. تعالوا بينا نشوف ايه شكل الاستوماتا. ده الليف سيكشن، دي الليف كلها، ودي السيكشن باين كله اهو ورا في الشادو بتاعها، ودي جزء ده ما بين الابر ابيدرمس واللور ابيدرمس. شفنا المنطقه دي فيها هول، هول الهول ده جاردد باي جارد سيلز، جارد سيلز كمان هي بتفتح وبتقفل عشان الجاس اكسشينج ديورينج داي تايم او حتى وقت النايت بيحصل كلوزر ليها. ده ميكانيزم باي ووتر انتري بيتحكم فيه اوسموسيس، الميكانيزم ده بتاع الجارد سيلز بيتحكم فيه اوسموسيس. لو الجارد سيلز شبعانه ووتر في انف ووتر وده بيتم وقت الدي تايم، بيحصل ايه؟ بيحصل كيرفيتشر للتو جار سيلز، دي جار سيل اهي والتاني جار سيل اهي، لما يتملوا بالووتر يحصل فيلنج افكت، يحصل كيرفيتشر للوول، الانر وول ده يحصل له كيرفيتشر زي ما انتم شايفين كده، فيعمل هول، يعمل فتحه. الفتحه دي بيدخل منها الجاس او الاير in and out gas exchange during daytime. وقت الليل الجار سيلز طبعا بتعمل ستوب للكلام ده، انها فعلا الووتر يروح للابيدرمال سيلز ويتسحب منها، فيبقى في lack of water at night بالنسبه للجار سيلز، فما تبقاش منفوخه ما يحصلهاش سويلنج فتطبق على نفسها تعمل كلوزر. تعمل ايه؟ كلوزر. طيب تعالوا بينا نشوف برضو البلانت وهو بيعمل عمل فوتوسينثيسيس، المفروض بنقل ايه؟ بنقل الاورجانيك ماتر اللي هو جلوكوز انتو اول بادي سيلز، اول بادي اي سيلز، اول بلانت سيلز. بيتنقل ازاي؟ عن طريق فلويم، تيشو اخر اسمه فلويم. الفلويم بينقل الاورجانيك ماتر اللي هي فورمد ديو تو فوتوسينثيسيس، زي مين؟ زي السكروز والامينو اسيدز اتكونت داخل الليفز. طيب يا ترى الفلويم ساب دايركشن اب ولا داون؟ هيطلع لفوق ولا ينزل لتحت؟ في الحقيقه باي دايركشنال، فلو في ابل فوق، فوق مستوى الليف بيطلع لها الشوجر، بيطلع للابل، ابل فروت او اي فروت،
طيب وممكن ينزل داون، علشان من حق الروت ده والروت هير سيلز انها تاخد فيول. ايه هو الفيول؟ هو جلوكوز، هو جلوكوز طبعا اللي بيتنقل لها سكروز الاول، تمام كده، والسيل بتكسر السكروز مجرد ما بيدخل انتو جلوكوز علشان ريسباير تو ريليز انرجي. طب ليه ريليز انرجي وليه ريسباير؟ عشان تعمل ابسوربشن للمينرالز الموجوده زي صوديوم ايونز زي نيتريت ايونز، تمام كده، وتدفع فيه اي تي بي. اي تي بي ده انرجي كومباوند، بشتري ايونز من السويل بحسابي بالاي تي بي بتاعي، جبته منين؟ من الريسبيريشن. طب عشان يحصل ريسبيريشن لازم يبقى فيه فيول. ايه هو الفيول؟ هو الجلوكوز. طب ازاي يوصل الجلوكوز من الليفز لتحت؟ عن طريق الفلويم. الفلويم ليفنج تيشو، وايل بالنسبه للزايلم ها ديد تيشو، هولو تيوب ديد تيشو وكونتينيوس تيوب بيمشي فيها الووتر ابورز بس. تلاحظوا هنا الاروز اب بس، لكن هنا هو بالنسبه للفلويم بيعدي السكروز اب اند داون، اب لفوق ناحيه الفروتس والبادز اللي هي بتعمل جراث، وتحت ناحيه الروتس وناحيه الروت هير سيلز عشان من حقها ريسباير ومن حقها تاخد جزء من الاورجانيك ماتر فور ريسبيريشن. اوكي نكمل كده مع بعض. انا عاوز اعرف يعني ايه اوسموسيس اللي اتنقل بيها الووتر لغايه ما وصل للليفز. يعني ايه اوسموسيس؟ في الحقيقه اوسموسيس ده لازم بيتم في البايو عن طريق سيلز، سيل ممبرين. طب انا ما عنديش سيل ممبرين، هجيبه منين؟ في شركات كتيره دلوقتي، شركه انتجت شيت ممبرين، شيت الممبرين ده زي البلاستيك، زي بلاستيك شيت او بلاستيك رول. الشيت ده ليه كاركترز وبروبرتيز بتاع السيل ممبرين، ان هو سيلكتيف بريمبل، في هولز، الهولز دي allows passage of certain matter و prevent passage of others. يعني ليها selective permeability. اقدر اقول عليها partial permeable؟ اقدر. partial permeable او selectively a permeable membrane. طيب او semi permeable، كل الكلمات دي صح. طيب اسمه ايه الممبرين ده؟ اسمه كده هو dialysis membrane. dialysis membrane. تمام كده؟ dialysis membrane. طيب وايه كمان؟ اسمه visking tube. ما تحفظش حاجه من فضلك. dialysis membrane وvisking tube. طيب التو membrane دول او التو نيمز لنفس الحاجه، ايه هو الممبرين ده؟ اهو قدامك في الفيديو. تعالى نبتدي من الاول. membrane زي كيس بلاستيك مفتوح الطرفين، تمام يعني كده من ناحيتين، هي عملت نوت عقده من تحت وحطت السوليوشن وقفلت من فوق، تمام يعني كده. طيب بعد كده باخد الفيسكينج تيوب مقفوله خلاص وفيها السوليوشن. في الاكسبيرمنت اللي هنتعرض لها النهارده بعد المرحله دي بنوزن الايه؟ الفيسكينج تيوب بعد الفيلنج، بوزن بس كده. في كل مره بنعمل اكسبيرمنت نعمل الحركه دي، نجيب فيسكينج تيوب نقفل، نحط سوليوشن، نقفل الناحيه الثانيه، ننشف كويس اي ريزيديو موجود على الممبرين من بره ونوزن. طيب تعالوا بينا نشوف يا ترى الاسموسيس بيتكلم على ايه؟ هل بيتكلم على ووتر ولا سولت؟ الاسموسيس قاصر فقط، ريستريكتد قوي، اكسكلوسيف على الموفمنت اوف ووتر. اكسكلوسيف على مين؟ على الموفمنت اوف ووتر. يبقى الموفمنت اوف ووتر مولكيولز باي اوسموسيس. طيب امال السوليوتس؟ السولت باي ايه؟ ممكن باي ديفيوجن. باي ايه؟ ديفيوجن. ممكن باي لو دفعت فيه اي تي بي او انرجي يعني، يبقى باي اكتيف ترانسبورت. تمام كده؟ اكتيف ترانسبورت. يبقى الديفيوجن والاكتيف ترانسبورت خاص بالسوليوس، خاص بالمينرالز، خاص بالاينز، خاص بالفرتلايزرز الموجوده في السايد. طيب يا ترى لو انت عندك سوليوس وحطيتها في ووتر يطلع ايه؟ يطلع سوليوشن. ايه هو السوليوشن؟ ادي سولت وادي بيكر في ليتل امونت اوف ووتر وقلب سوليوت داخل الووتر. السولت ايا كان اسمه، صوديوم نيتريت، بوتاسيوم نيتريت، صوديوم كلورايد، بوتاسيوم ايودايد، كل دي سولت. السولت دي
اسميها سوليد. طب لو كان شوجر برضه سوليد، يبقى السوليد ده كومن نيم للديزولفد سبستنس. اي ديزولفد سبستنس اسميها سوليوت، سواء شوجر او سولت. طيب خدت السوليوت وحطيته في سيرتن امونت اوف ووتر وعملت ستير، طب الووتر بالنسبه لي اسمه ايه؟ اسمه سولفنت. اسمه ايه؟ سولفنت. طبعا الووتر افيلبل في سيتوبلازم، في اي سيتوبلازم لاي سيل سواء بلانت او انيمال او هيومن، في مينيمم 70% اباوت 70% ووتر كونتنت داخل السيتوبلازم، والباقي عباره عن ستراكشر اورجانيلز واورجانيك ماتر تانية. المهم الايكويشن اللي بتحكمني في الموضوع ده ايه هي؟ الايكويشن عباره عن سوليوت بلس سولفنت يدي سوليوشن. يدي ايه سوليوشن؟ الاول السوليوت ديزولف يحصل له سبريد، يبقى هوموجينس ويعمل سوليوشن. نكمل كده مع بعض، نبتدي نشرح الاوسموسس. الاوسموسس مش للسوليوس، امال لايه؟ للووتر فقط. تعالوا بينا نشوف. لو انت اخذت هنا في سوليوشن سولت سوليوشن كومباوند دايب في الميه، وهنا نفس الفوليوم بس ميه بس، نفس الفوليوم الامونت هي هي. طيب هنا نو سوليوتس وهنا في سوليوتس، هنا الووتر مشغول بيزي انه يعمل سراوندنج ويعمل ديزولفنج للايونز، هايدريشن للايونز، الناحيه دي لا مش مشغول فري، فبالتالي الووتر يتحرك من اريا اوف هاي كونسنتريشن ات ليفت سايد تو اريا اوف ايه؟ اوف low concentration of water on the right side. تعالوا بينا نشوف. تعالوا بينا نشوف. الاسموسيس مرة تاني. اللي بين ال two solution membrane. الممبرين ده selectively permeable membrane. partially permeable membrane. semi permeable membrane. ها. يتوسط ال two solution. نفس الفوليوم هو هو. لكن concentration في left side low concentration. للسوليوت وهنا هاي كونسنتريشن اوف سولت. الووتر موف من اريا اوف هاي ووتر كونسنتريشن تو اريا اوف لو ووتر كونسنتريشن. طب ليه هنا لو ووتر كونسنتريشن؟ لانه مشغول بالديزولفنج ايونز، بالهايدريشن اوف ايونز. اوكي طيب عرفنا كده الاسموسيس معناها ايه. اسموسيس تتطلب وجود ممبرين، شرط ماست، ممبرين ده سيمي بيرميبل. تمام كده، يبقى water move من area of high concentration to area of low concentration through partially permeable membrane. down concentration gradient يعني ايه down؟ يعني من high للو، يعني من high للو. اوكي شفنا كده الاوسموسس كديفينيشن، ما تحفظهوش يبقى فاهمه كويس. ايه condition بتاعته؟ هل حد زق الووتر؟ لا، ده passive process. passive process يعني ايه passive process؟ no energy need من السيل علشان تعمل اوسموسس. الشرط ان يكون في هاي وفي لو كونسنتريشن اوف ووتر. الشرط الثاني يكون في ممبرين سيمي بيرميبل. تمام كده؟ طيب تعالوا بينا نشوف. عندي هنا 3 سيتويشنز للاوسموسس. عندي سيل، قدامك سيل، السيل سيتوبلازم فيها ووتر وفيها صوديوم ايونز سوليوتس. اكزامبل ليها صوديوم ايونز. نسبة أو concentration of solute داخل السيل اللي قدامك ده 3%. 3% يعني 3 salts أو solutes و 97 water. 97% water. طب وبعدين؟ عملنا لها إيه؟ عملنا لها soaking. soaking في beaker أو cup. solution اللي موجود في الكب 3%. 3% إيه؟ sodium ions concentration. ايه ده معناها ايه؟ معناها هنا السوليوت كونسنتريشن زي السوليوت كونسنتريشن، يبقى ايكوال. يبقى بلانت سيل بليست ان ان ايكوال كونسنتريتد سوليوشن. ايكوال مين؟ ايكوال للسيل سيتوبلازم كونسنتريشن. يبقى اي سوليوشن، اي سوليوشن وذ ان ايكوال سوليوت كونسنتريشن لايك السيل سيتوبلازم كومبيرد تو انذر سوليوشن. المهم معناها كده هو بالظبط، انه هنا زي هنا ايه اللي يحصل؟ الووتر كونسنتريشن 97 والووتر كونسنتريشن 97، مين يروح لمين؟ ايه ده خرب؟ معقول؟ طب ليه خرب؟ بصوا كده، استنى رجع تاني. معناه الامونت اوف ووتر انتري ايكوال الامونت اوف ووتر اكسيت، الاثنين قد بعض، وبالتالي نو افكت. اكيد نو افكت. ادي بلانت، اذا كان السيل دي بلانت سيل ايه اللي يحصل؟ الووتر ان ايكوال الووتر اوت، في ارو داخل وارو بنفس الثيكنس
ده خارج، يبقى الاماونت هي هي، ده معناه نو افكت. طب هل ده وضع طبيعي للبلانت سيل ان الميه اللي داخله زي اللي خارجه؟ استفدنا ايه؟ ده هو اصلا البلانت طول الوقت شغال، وقت الدي تايم يعمل فوتو سينس، محتاج ووتر كونتاكت، تمام كده، محتاج سبورت ومحتاج فوتو سينسس، محتاج ترانسباير، جزء ترانسباير لوست. فالميه اللي داخله زي اللي خارجه، لا ده كده جاي بخساره عليه. فالمفروض ده مش الوضع الطبيعي. طيب تعالوا بينا نشوف الفاينل ريزلت. بلانت سيل ويل نوت بي افكتد، اللي داخل زي اللي خارج، السيل نوت افكتد. طيب تعالوا بينا نكمل، ناخد فيديو قصير لما نحط سيل، تمام كده. الاكزامبل اللي قدامنا دلوقتي سي لانيمال سيل، لان مش واضح ان في سيل ايه وول انيمال سيل. طيب الانيمال سيل اللي قدامنا دي حطيناها فين؟ في سوليوشن. السيتوبلازم اللي جوه ده ليه نفس الكونسنتريشن اوف سوليوت زي الايه سوليوشن بره، زي سوليوشن ايه بره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خد بالك لو عدينا النمبر اوف ووتر مولكيولز اللي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طب هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ايه ده؟ 10 و10 10 اوت و10 ان، معناها الووتر كونسنتريشن ان ايكوال الووتر كونسنتريشن اوت، وبالتالي الفاينل ريزلت الووتر ان. الوتر على فكره مش عشان 10 و10 مش هيتحرك، لا موفبل طول الوقت بكاينيتيك ايه ثيوري او كاينيتيك بارتكل ثيوري، يعني هيتحرك ضروري. وفي ووتر مولكيولز هتدخل، لكن مقابل ليها في ووتر مولكيولز ثانيه هتخرج. تعالوا بينا نشوف القصه بتقول ايه. اهي عرفنا ان نو افكت. طب تعالوا بينا احفظوا الرقم ده 18.18 جرام، ده مين؟ للفيسكينج تيوب حطينا فيها سوليوشن، تمام كده. السوليوشن ده ايكوال الكونسنتريشن اوف سوليوشن ده بالظبط، ده ذات ووتر. معناه ايه؟ ها معناه هي كانت حاطه في الفيسكينج تيوب ووتر، وراحت واخداه بعد الويينج كان 18.18، ونقعته فين؟ في البيكر لمدة نص ساعة، وبعد كده طلعته ونشفته كويس، عملته واي، وبعد كده وزنته تاني الوزن التاني 18.17. هل ده ديفرنس؟ كان 18.18 جرام، دلوقتي 18.17، هل ده ديفرنس؟ كان بي نيجلكتد ولا حاجة، كلام تافه، ده مش ديفرنس ولا حاجة، ده ممكن السنسيتيفيتي بتاعت الديفايس اللي هو البالانس اللي قدامنا، تمام كده؟ ده معناها إن فعلا الووتر ان ايكوال الووتر اوت ثرو اوت التايم لابس اللي فات. طيب تعالوا بينا نشوف دي اول كيس، لما نحط السيل في ايكوال ايه كونسنتريشن زي السيل سيتوبلازم بالظبط، سوليوشن دي ايكوال كونسنتريشن زي السيل سيتوبلازم. لو بصينا كده مع بعض الكيس الثانيه، تاني كيس ان انا احط السيل دي فين؟ بصوا كده معايا، ها في بيكر في كام؟ 1%، إذا الباقي ده ووتر 90% ووتر. طب هنا 97% ووتر، ده معناه ايه؟ الووتر اوتسايد هاي والووتر انسايد لو، اتفقنا الاسموزس من فين لفين؟ من هاي للو، داون كونسنتريشن جريدينت داون. طيب يبقى الووتر اكيد اتوقع انه هيتنقل من اوتسايد تو انسايد، وهو انسايد بيعمل ايه؟ انكريز الفوليوم اوف سيتوبلازم، increase the volume of cytoplasm. إذا كان animal cell عمال يعمل press against a cell membrane، طب لو كان plant cell against the cell membrane والcell wall، نشوف the post effects. إذا لو تحط plant cell placed in lower concentrated solution زي ما انتم شايفين 1% بره وجوه 3%، ايه اللي يحصل؟ الووتر انتري، ده اللي توقعتوه بالظبط، الووتر انتر انترز فين؟ السيل سيتوبلازم، يحصل فيلنج. الفيلنج ده بيعمل بريشر، بريشر على مين؟ على السيتوبلازم، لان زاد الفوليوم، والفوليوم بتاع السيتوبلازم جزء منه يدخل الفاكيول لو كان بلان سيل، والفاكيول يحصل لها انكريز ان فوليوم، فتعمل بريس على مين؟ على السيتوبلازم، وبريس على السيل وول. ده لو كانت بلانت ايه سيل، زي المنظر ده كده، ادي بلان سيل الووتر انتري.
يروح للسيتوبلازم، ومن السيتوبلازم يروح للممبرين بتاع الفاكيول ويخش جوه ايه الفاكيول، يعمل فيلنج افكت، يعمل بريشر افكت اسمه تيرجر بريشر. تيرجر بريشر ده اكزيرت بريشر اجينست السيتوبلازم اجينست السيل وول، فيعمل يعمل ايه، يعمل شيبنج او نيو شيب او ري شيب للسيل، تبقى سويلد بايه بالووتر كونتنت. ده اسمه ترجيديز، ده السبورت يا اولاد اللي هو الفسيولوجيكال مرتبط بوجود ووتر، availability of a of water. ده لو كانت ايه animal cell، سوري لو كانت plant cell. طب لو كانت animal cell هنشوفها بعد لحظات. A plant cell will swell and its cell wall resist bursting. cell wall يقاوم، cell wall عنده resistance، ده fiber يعني كده fiber وليه tensile strength كبيرة جدا، ليه قوة شد فظيعة، ده cellulose cell wall، فبالتالي resist ال ايه bursting. نكمل كده مع بعض نشوف فيديو او قبل الفيديو ايه موضوع الفاكيول. الفاكيول ده شايفين اللي بيتحرك ده السيتوبلازم، ايه ده اللي بيتحرك السيتوبلازم ده نارو اريا، بس نارو اريا، فين الفاكيول؟ بقيه السيل هي الفاكيول، الحته دي كلها يا اولاد كل ده فاكيول. ايه معناه الفاكيول؟ تقريبا اوكيوباي 90% اوف ذا سيل فوليوم، 90% ده معناها حاجه كبيره بالنسبه لبلانت سيل. الفاكيول دي ده هي الاستورج سايت، ده كده ده الستور، ستور لايه؟ للسيل ساب. ايه هو السيل ساب؟ ووتر. ووتر بيور؟ لا مش بيور، ووتر ده في ايه؟ سوليدز، يعني هلاقي فيه اينز، كاتاينز وانايونز، بوزيتيف ونيجاتيف اينز، هلاقي فيه بيجمنتس الوان زي البيت روت كده، البيت روت البنجر اللون بتاعه موجود في الفاكيول، البرقوق في الفاكيول ده كده، كل الالوان الموجوده البيجمنتس بتاعت الفروتس او بتاعت البلانت بصفه عامه موجوده جوه الفاكيول، ستورد انسايد فاكيول. انزيمز الاقي جوه الفاكيولز، يبقى ووتر سوليوتس شوجر ده كده، شوجر داخل الفاكيول. ايه كمان؟ بيجمنتس. ايه كمان؟ ممكن انزيمز، ممكن ويس، ممكن كريستلز، ده كله يتكون داخل الفاكيول. طيب الباقي بقى من الفاكيول عباره عن ايه؟ طبعا الفاكيول يا اولاد كل ما كان فيها ديزولف سبستنس زي اللي انا قلتها دلوقتي، كل ما كان ليها اوسموتيك افكت عالي قوي، تقوم سحبه الووتر بسهوله. عشان كده في الديزرت بلانتس، ديزرت بلانت بيبقى فيه لاك اوف ووتر، بلاقي الروت هير سيلز بتاعت الديزرت بلانتس الفاكيول بتاعتها فيها هاي كونسنتريتد سوليوشن من السوليدز. ليه؟ عشان تقدر تشد الووتر ايزلي باي اوسموسيس. كل ما كان فيه سوليوتس اكتر كل ما سحبت ووتر ايزلي او ايزير. واضحه؟ طيب الرينج اوف سيتوبلازم فيها كلوروبلاست، فيها اورجانيلز موفابل اول ذا تايم، الموفمنت دي كونتينوس موفمنت، السيتوبلازم دايما بيتحرك، بتاع السيل دي بس؟ لا، بتاع البلانت سيل والانيمال سيل والهيومن سيلز والبكتيريال سيلز، اي سيتوبلازم موفابل مش قاعد مكانه، مش حاجه كده ستاجننت، لا موفبل اول ذا تايم. الجزء ده اسمه سيتوبلازميك ستريمينج او سيتوبلازميك موفمنت، ده كونتينوس او بيرمننت موفمنت اوف سيتوبلازم. نكمل كده ونشوف، احنا لسه في الكيس الثانيه، ان حطينا السيل في سوليوشن، والسوليوشن ده ليه لوور كونسنتريشن ذان ذا سيتوبلازم سولت كونسنتريشن. نشوف كده مع بعض الفيديو، نعد 2 4، ادي 2 ادي 5 ادي 8 هنا 8. طب هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بره كام يا اولاد؟ بره 10، وجوه كام؟ 8. يعني بره هاي كونسنتريشن اوف ووتر مولكيولز، جوه لو كونسنتريشن اوف ووتر مولكيولز. نشوف الفيديو مع بعض. ابتدى ايه؟ ووتر انتري. طب دي انيمال سيل، انيمال سيل يا اولاد خدوا بالكم، انيمال سيل سوال سوال سوال، الممبرين مش هيستحمل، يحصل له بيرست وراحت السيل مننا. ده مثلا اكزامبل للريد بلاس سيل. طب تعالوا بينا بقى ديزاين اللي هو الفيسكينج تيوب، فيسكينج ايه تيوب؟ ها اتحط في سوليوشن ليه لوور كونسنتريشن زي سيل سيتوبلازم. ايه السوليوشن ده؟ السوليوشن ده شوجر ايه سوليوشن،
شوجر سوليوشن، يعني ميه بسكر، حطيناها في فيسكينج تيوب. خدوا بالكم من النمبر على البالانس، خدوا بالكم من النمبر على البالانس، افتكروه بس معايا. النمبر يطلع كام؟ يطلع كام؟ واضح انها رينكلد مكرمشه، ماشي. ده موديل للسل على البالانس. اخر رقم 14.70 او 71، قول 70، 14.70 جرام. خدناها من الشوجر سوليوشن حطيناها فين؟ في تاب ووتر، غطست تحت، سينك داون. نستنى نص ساعه كده. تاب ووتر معناه نو سوليدز، ولا شوجر ولا سولت. نطلعها نعمل واي عشان ما يبقاش في اي ريزيديو، لان هنوزن تاني، ما يبقاش في اي بقايا من الووتر كونتنت من بره. الفورسبس نحطها على البالانس جنتلي، كان 14.7، ياه 17.55، في انكريز حوالي 3 جرامز انكريز. ده دليل ان في ووتر ايه؟ انتري. ووتر انتري ليه؟ اتحطت في هايبوتونيك سوليوشن، والكلمه دي مش للحفظ، الكلمه دي معناها سوليوشن لور كونسنتريشن ذان سيل سيتوبلازم. اوكي؟ دي الكيس الثانيه، خدناها في الانيمال سيل حصل فيرستنج، في البلانت سيل حصل ريسيستنس وحصل ترجيديتي للسيل وول. طيب تعالوا بينا نشوف الكيس الثالثه. ادي سيل، هجرب بسرعه. ايه السيل دي؟ السيل دي فيها 3% ما اتغيرتش، 3% سولت سوليوشن، الباقي 97 ووتر كونتنت. طب حطيناها في سوليوشن، نسبه السوليوت 5%، معناها السوليوشن ده ليه هاير كونسنتريشن اوف سوليوت ذان سيل سيتوبلازم، هاير. واضح انه هاير، صح كده؟ طب الووتر اتنين من فين لفين؟ من الاريا اللي فيها مور ووتر كونتنت اللي هي 97% اكيد لبره. نشوف كده بره، اوت. معناه لوز الووتر. لوز ايه الووتر؟ لوز الووتر امتى يبان الكلام ده؟ لو في بلانت زي مثلا الكيوكمبر او الكاروت، وحطينا الكاروت ده ميه بملح هنخلله، يعني ايه اللي يحصل؟ بدل ما كان الكاروت هارد بيقرقش كده، يوم والتاني والتالت في السولت سوليوشن اللي انت حاطه تلاقيه فلاسيد وماله سوفت. سوفت بدل ما كان هارد وستيف بقى ايه؟ سوفت. ليه؟ لوز الووتر كونتنت بتاعته. لوز لمين؟ لصالح مين؟ لصالح السولت سوليوشن اللي بره، صح كده؟ ده في البيكلينج، في التخليل بنعمل الحركه دي. افتكر دايما لما البلانت سيل تتحط في هاير كونسنتريتد سوليوشن زيها زي البيكلينج بتاع الكيوكمبر او كارت، لوز الووتر كونتنت، يبقى الووتر يسيب السيل ويخرج لبره. ليه؟ من هاي كونسنتريشن انسايد تو لو كونسنتريشن اوف ووتر اوتسايد. بتكلم على الووتر. طب لو كانت بلانت سيل، ايه اهو ايه اللي حصل؟ ووتر لوس، ووتر لوس. طب الووتر لوس ده منين؟ من اي حته في السل؟ من السيتوبلازم، في ووتر ابتدى يتسحب لبره، والسيتوبلازم يستلف ووتر من الفاكيوم، يستلف ووتر من الفاكيوم. ما كل كل اللي موجود في الفاكيوم كان اصلا متاخد من السيتوبلازم. فلما السيتوبلازم يحتاج ياخد منين؟ من الاستور اللي هو الفاكيوم. الفاكيوم بدل ما هي كانت سوال، كانت سوالد، ايه اللي يحصل؟ شرينك. وهي وبتعمل شرينك كده، والسيتوبلازم كمان يقل الفوليوم بتاعه، يقوم ساحب السيل ممبرين. السيل ممبرين والسيتوبلازم والاورجانيلز داخل السيتوبلازم يسموها بروتوبلازم. بروتوبلازم يبقى ايه هو البروتوبلازم؟ ده كلمه عميقه جدا، عباره عن كل الكونتنت بتاعت السيل، كل كونتنت فيما عدا السيل وول، فيما عدا السيل وول لو كانت بلانت سيل، يعني كده ده اسمه بروتوبلازم. يبقى البروتوبلازم اقدر اقول عليه بروتو بلازم، اقدر اقول عليه يا اولاد ايكوال سيتوبلازم، سيتوبلازم بلس اورجانيلز. اورجانيلز اللي هي الاستراكشرز الموجوده بينها، فيها نيوكليوس وميتوكوندريا وفاكيول اند سو اون، تمام كده؟ يبقى بروتوبلازم يحصل شرينك للبروتوبلازم تو انسايد.
لما شرينك بروتوبلازم تو انسايد حصل ديتاتش، ده اسمه بلاسمولايسيس، معناه السل ابتدت تضعف جدا. بصوا البلانت السيل وول بتاعه ابتدى يبقى شرينك، كله شرينك شرينك شرينك، يبتدي بقى الستام يميل، البرانشز تميل، يحصل لها بند، يحصل لها حاجه اسمها بلانت ويلتنج، ذبول. لو لحقتها خير وبركه ام ريفايف، لو ما لحقتهاش يبقى دي irreversible. لو حصل بلاسمولسيس لفتره طويله من العطش، ده معناها irreversible، مهما اعطيتها ووتر مش هتعيش تاني. لكن لو كان اتلحقت هتقدر تعمل ريستور لحاله ايه الريفايف مره تانية. تعالوا بينا نشوف مع بعض الفيديو اللي بيعبر عن الكيس دي. سيل اتحطت في سوليوشن ب هاير كونسنتريشن. طيب الافكت ايه هنا؟ بلانت سيل بروتوبلازم ويل شرينك اند بلازمولايز، اند ايه بلازمولايز؟ دي النتيجه الفاينل ريزلت. نشوف الفيديو مع بعض. ها جوه في ووتر كونتنت كتير قوي زي ما شايفين، اكتر من اللي بره. اللي بره 3 مولكيولز، اللي جوه كتير، معناه كونسنتريشن هاي انسايد ولو اوتسايد، يبقى الووتر هتخرج. لو كانت دي انيمال سيل، وبالفعل دي انيمال سيل، ايه اللي هيحصل؟ شرينك السيل ممبرين، شرينك، كرينيشن، عامل كرانيش كده، انكرناش نتيجه الووتر لوس. طيب لو كانت بلانت سيل يحصل بلاسمولايسيس زي ما اتفقنا. تعالوا نشوف الاكسبيرمنت في اللاب. ريسكينج تيوب، ها هجيب ايه؟ هملاها المره دي بتاب ووتر، ما فيهاش سوليوتس، تاب ووتر، اعمل نوت وامسح كويس. 17.60 تاب ووتر بس. حطيناها فين؟ شوجر سوليوشن. ايه ده؟ واضح انها فلوتس مش سينك. ليه؟ لانها اصلا كانت تاب ووتر، اتحطت في سوليوشن، شوجر سوليوشن. نص ساعة وننشف ونرجعها تاني 17.60 14.36، معناها ديكريز ان ماس، وديكريز ان ماس معناها في ووتر لوس. لوس من ايه؟ من الفيسكينج تيوب، من دايلسيس تيوب، من السيل موديل تو اوتسايد. تو اوتسايد. ادي قصة الايه؟ اوسموسيس. عرفناها في 3 سيتويشنز. طيب الموضوع هنا هو ليه انا قلت فلوتس وركزت عليها، وقلت المره اللي فاتت سينك وركزت عليها؟ اصل الفلوتس دي بتفكرني بايه؟ فكرني ان كان الفيسكينج تيوب فيها تاب ووتر، وتحط في سوليوشن هايلي كونسنتريتد بالشوجر. ارجعوا لحاجه اسمها ديد سي، البحر الميت، مفيش حد بيغرق. ليه؟ هاي كونسنتريشن اوف سوليد، الشخص اللي بينزل بيحصل له فلوتنج زي التاب ووتر الموجود في فيسكينج تيوب. حصل فلوتنج، حصل ايه فلوتنج ده؟ بس هنت كده عشان تفتكر الدنيا فيها ايه. نكمل كده مع بعض. بلاسمولايسيس ذن ريتيك ووتر، هو ممكن بلاسمولايسيس ده يعمل داي وذف للبلانت؟ اه ممكن. طب ممكن ارجعه تاني؟ يعني هل البلانت ممكن الحقها؟ اه ممكن برضه. بصوا يا اولاد معايا، ادي بلاسمولايسيس، شايفين ايه؟ شايفين بلانت سيل تيشو محطوط اتحط في 20% سكروز، يعني هاي كونسنتريشن اوف اي سوليد. شايفين الفاكيول بالسيتوبلازم شرينك اهي، ابتدى تيتاتش من السيل وول، اهو باينه قوي، ابتدت تنفصل من السيل وول. معلش عشان هو بيعمل انيميشن مش قادر ارسمها كويس. ادي كل المنطقه الخضراء دي هي دي البروتوبلازم، حصل ديتاتش من السيل وول. ماشي؟ طيب على فكره اجيب بعد الصوره دي، ده بلاسمولايسيس. نيجي بعد كده، هل ممكن ريفايف؟ تقدر تعمل ريسكيو للبلانت ده؟ اه بصوا اهو بلاسمولايسيس واديشن اوف ووتر يرجعها تاني، الحق بشويه ميه، ري انترز الووتر، ري انترز السيلز، ري انترز يبقى خلاص فاقت، ابتدت ترجع للفول سايز بتاعها مره تاني. هرجع بس المعلومه صغيره، الصوره اللي فاتت دي اللي هي دي فين السيل وول؟ كل البلاك لاينز دي سيل وول. طيب فين السيل ميمبرين؟ علمونا كده ان ده السيل ميمبرين، تاني خط الجوه. لا، المره دي هنقول لا. اي حته من هنا، اي حته بشاور عليها، اي لاين من الستار شيب ده يعتبر سيل ميمبرين. لان احنا اتفقنا السيل ميمبرين بكل كونتنت ديتاتش من السيل وول، انفصلت، يبقى اذا ده الليبل بتاع مين؟ السيل ميمبرين. اي حته تشاور عليها اسمها سيل ميمبرين. فين السيل وول؟ بره، اللي هو البلاك ارياز دي. لان ده بلاسمولايسيس، دي مش سيل،
عادية مش نورمال سيل، ده سيل خلاص قربت تموت. تعالوا بينا برضو نكمل 3 كيسز للانيمال سيل و 3 كيسز للبلانت سيل، اعمل كومبيرنج. لو اتحط السيل دي في سوليوشن لايكوال كونسنتريشن مره للانيمال سيل ومره للبلانت سيل. لحاله الايكوال سوليوشن الارو هنا ان وارو تاني اوت، خلاص يبقى نورمال سيل زي الفل. طيب لو انت حبيت تعمل بريسرفيشن لريد بلاد سيلز بعد التبرع بالدم، بتتحط في ايسوتونيك سوليوشن، معناه سوليوشن دي نفس الكونسنتريشن اوف هيموجلوبين انسايد الريد بلاد سيلز، دي نفس الكونسنتريشن عشان الوتر اللي يدخل جوه السيل زي الوتر اللي يخرج، تحتفظ السيل بكيانه. ده النورمال سيل، ده الانيمال سيل. طيب في حاله البلانت سيل الوتر ان ايكوال الوتر اوت، ارو داخل ارو خارج، 10 داخلين 10 خارجين، هل دي نورمال؟ هو كاتب نورمال سيل، انا معترض عليها سنه، هي مش نورمال سيل، هي دي مش الوضع الطبيعي ان البلانت الووتر ان ايكوال الووتر اوت. امال الوضع الطبيعي ايه؟ هي الكيس دي زي ما انت فاهم انها يبقى ليها تيرجيديتي، جزء من الووتر لوست باي ترانسبيريشن، جزء يوزد ان فوتوسينثيسيس، جزء يعمل سبورت، جزء يعمل ايه سبورت. يبقى الوضع الطبيعي ان فيها تيرجيديتي، يبقى بلانت ماسك نفسه سبورتد مش نايم واقع على الارض. اوكي ده النورمال تيرجيت سيل. ده امتى الكلام ده؟ لو اتحط السيل في هايبوتونيك سوليوشن او سوليوشن اوف سويل بي لوور كونسنتريشن اوف ايه؟ اوف سوليوتس. لوور كونسنتريشن اوف سوليوتس يعني سوليوتس اقل من السوليوتس الموجوده داخل السيل سيتوبلازم. الووتر انتر من كل ناحيه. يعمل ايه؟ يزود الفوليوم اوف سيتوبلازم. السيتوبلازم مش مكان ستورج. الووتر الزياده ده يروح فين؟ للفاكيول، يروح هنا للفاكيول دي، الفاكيول تعمل ستورج للووتر، يحصل لها سويلنج وتعمل اكسيرت ايه؟ تيرجر بريشر على السيتوبلازم اللي بره، تقوم ضغط على السيتوبلازم، السيتوبلازم بدوره يضغط على مين؟ على السيل ممبرين والسيل وول، يعمل ترجيديتي ويعمل شيبنج لمين؟ بالسيل البلانت سيل بتاعتنا. طيب لو كانت انيمال سيل زي الريد بلاد سيلز، خدنا عينة بلاد من عندي وحطيتها في ووتر بس مية حنفية، بعد شوية تلاقي التست تيوب مليانة لون ريد، ريد فرقعت كلها فرقعت وطلعت الهيموجلوبين، حصل لايسز للسيل زي ما انتم شايفين. ليه؟ ما عندهاش ريزيستنس، ما عندهاش بريشر ريزيستنس للترجيديتي دي، زي بالظبط بالون. البالون دي لو شبهناها بلانت سيل تتشبه، اوكي اتس اوكي، بلانت سيل انفخ شويه، انفلات، الوول ابتدى يحصل له سترينث، اضغط بايدك من بره هتلاقي ايدك في ريزيستنس بتطرد لبره تاني، اضغط لجوه تطرد انت لبره، ده معناه ايه؟ في ريزيستنس، يعني الممبرين ده بتاع البالون بيعمل تيرجر بريشر اجينست ايه؟ اجينست الوول، اجينست ايه الوول؟ بيضغط على الوول لبره، تمام كده؟ طب كويس قوي، ده لو بلانت سيل. طب لو كانت انيمال سيل يبقى بالونه اي كلام، ليها سيل ممبرين انفخ لغايه ليفل معين هوب تفرقع، ده اللي حصل. اخر سيتويشن اللي هي لو اتحطت الانيمال سيل فين؟ في هاير كونسنتريتد سوليوشن من السوليوتس، ايه اللي يحصل؟ دي ميه السي، سي ووتر، ميه الترشي، ايه اللي يحصل؟ الووتر اكسيت من السيل لصالح السولت سوليوشن لبره، يحصل ايه؟ يحصل شينك للسيل ككل لو كانت انيمال سيل، ويحصل بلاسمولايسيس لو كانت بلانت سيل زي ما انتم شايفين. فين السيل ممبرين؟ اهو هو اللاين ده سيل ممبرين، هو اللاين ده سيل ممبرين، هو اللاين ده سيل ممبرين. فين السيل وول؟ 3 لاينز دول سيل وول. اوكي يا ولاد، حصل بلاسمولايسيس، لاحظوا الفاكيول هنا شرينك والسيتوبلازم كمان شرينك، وحصل ديتاتش للبروتوبلازم اواي فروم ذا سيل وول. اوكي دول 3 كيس. تعالوا بينا بصوا يا شباب معايا، موفمنت اوف ووتر، ايه القاعده بتقول ايه؟ بتقول ان الووتر موفز باي اوسموسيس فروم اي تو اي، فروم دايلوتد سوليوشن تو كونسنتريتد سوليوشن، فروم دايلوتد تو كونسنتريتد. يعني ايه دايلوتد؟ معناها لو سوليوت كونسنتريشن، لو سوليوت اي كونسنتريشن، وهاي هاي ووتر كونتنت. طب هنا كونسنتريتد العكس،
هنا هاي، هاي ايه؟ سوليد كونسنتريشن، ولو، ولو ايه؟ لو ووتر، لو ووتر، صح كده؟ ده معناها كده. تعالوا بينا، احنا اتفقنا اوسموسيس من هاي للو داون كونسنتريشن جديد ثرو بارشل بيريمال ميمبرين. طيب اهو ادي بارشل بيريمال ميمبرين، وادي تو سيلز، تو سيلز، تو كيكرز وصلنا بينهم بممبرين. طيب هنا يحقق ايه؟ لو كونسنتريتد سوليوشن، هتلاقوا 6 مولكيولز من السوليدز، هنا في كتير مش مهم اعده. هاي الوتر 2 من فين لفين؟ من دايليوتد في الليفت سايد تو كونسنتريتد في الرايت سايد، اهو اتنقلت الوتر. شفت الفوليوم ازداد ازاي؟ من ووتر موف فروم ليفت تو رايت، من دايليوتد تو كونسنتريتد. حلو قوي، تعالوا نلخص الكلام ده في شكل تيبل جميل قوي. قربنا نخلص خلاص. ليفت سايد شوجر، الليفت سايد فين؟ الليفت سايد شوجر اهو، ده دايليوتد. يعني ايه دايليوتد؟ يعني ليس شوجر ومور ووتر. طيب والرايت سايد شوجر معناه كونسنتريتد، معناه مور شوجر وليس ووتر، يبقى الووتر بتتنقل من المور لللس، من الهاي لللو. يعني الكلام ده جريدينت سلوب كده زي كوبري او بريدج او هيل، الووتر تتدحرج تحت، ده بيسموه كونسنتريشن جريدينت. كلمه جريدينت معناها ديفرنس، معناها سلوب، يبقى كونسنتريشن جريدينت اور ديفرنس اور سلوب، يبقى الووتر موف داون. طيب تتنقل من فين لفين؟ من الليفت للرايت. الليفت ليه ليفت؟ لان الليفت هنا قال لك ايه؟ دايليوتد، يعني مور ووتر كونتنت اللي هي بلوش بارتكلز دي هي دي الووتر مولكيولز، والريد بارتكلز دي دي السوليدز، هنا ليس سوليد كونسنتريشن، يبقى مور ووتر، يبقى الووتر يتنقل كده. اتفقنا؟ طيب عاوز اوريكم حاجه يا شباب، الاوسموسيس مره اخيره بس هعمل لكم كومبير مع حاجه اسمها ديفيوجن. ليفت سايد ووتر بس، رايت سايد سوليوشن، يعني سوليد دايب في ووتر اللي هو جرين شوجر بارتكلز او مولكيولز. واضح الشوجر ما اتنقلش ليه؟ الممبرين سيلكتيفلي بيرميبل، مش هيعديه، هو حر. قد يكون لارج ان سايز، تو بيج تو باث ثرو جابز، كبير انه يعدي. طب الووتر مولكيولز تعدي ايزلي، المقاسات بتاعت الجابز على قدها تعدي ايزلي، ده كده عدت، عدت من فين؟ من area of high concentration ل area of low A concentration of water. طيب through partial permeable membrane، هل دي active process محتاجة energy؟ يعني هل محتاجة ان السيل تدفع ATP ك energy supplier؟ لا، يبقى passive، يبقى اول حاجة نقدر نقول عليها passive. تقدر تعملها في البيت experiment دي؟ نقدر في حدود معينه، لو كان عندك اورجان او تيشو تقدر، يبقى لازم ممبرين. لازم ايه؟ ممبرين، ممبرين سيل ممبرين لازم عشان تتعمل ويتحقق فيها من هاي للو، يتنقل الووتر من هاي للو. طيب ده ايه الاوسموس؟ طب الديفيوجن، انا بعمل كومباريزون، ايه ديفيوجن؟ ديفيوجن بارتكلز اي كانت متجمعه اكيوميليت في الليفت راي الليفت ابر كورنر، في الحته دي تقريبا، الحته دي كده يا اولاد تقريبا كده، يعني تحت شويه، ابتدى حصل سبريد وديفيوز ثرو اوت الكونتينر، ده ديفيوجن من اريا اوف هاي تو اريا اوف لو، يبقى هنا برضو من هاي للو. داون كونسنتريشن جريدينت زي مين؟ زي الاسموس، مفيش ديفرنس. طيب هل ده ينطبق على الووتر؟ لا، سوليد بس، يبقى ده للسوليدز، يبقى ده ديفرنس. طيب هل حد بيزق الموليكيولز دي يعملها بوش ولا هي باسيف؟ دي برضه باسيف، يبقى ديفيوجن باسيف. زي ايه؟ الكوكينج سميل بتاعت الكيك في الكيتشن بتوصل لك لغايه الروم بتاعتك، صح؟ ده باسيف. ماما ما زقتش السميل، انت ما زقتش البرفيوم عشان اشم ريحه البرفيوم اللي عندك، لا، ده هو باسيفلي ديفيوز ان اير، diffuses A in air، صح كده؟ يبقى passive process diffusion. الاوسموسيس برضه passive process. هنا من high للو، هنا برضه من high للو، كده مفيش differences إلى الآن. فاكرة؟ طيب هل محتاج ممبرين؟ هل في ممبرين؟ قلنا جبنا سيرة ممبرين، مفيش ممبرين، يبقى no membrane needed. أنا كده similarities passive
وجريدينت، ادي باسيف وجريدينت، ده من ناحيه ايه؟ سيميلاريتيز. طيب هل الديفرنسز بقى؟ الديفرنسز الاوسموسيس ووتر بس، بتكلم عن الووتر بس، الديفرنسز اخدها بلون اخر، الديفرنسز بلون اخر اهو وليكن بلو مثلا. ها الديفرنسز نقدر نقول ايه للووتر بس، لكن هنا المولكيولز دي اي ماتيريال تخطر على بالك، اي بارتلز، البارتلز مقصود بيها اتومز او ايونز او مولكيولز اوف سبستنس، لاي ماتيريال اكسبت الووتر يبقى ايه؟ اول بارتلز اكسبت مين؟ اكسبت الووتر، اكسبت الووتر، لان الووتر ليه حاله خاصه هي اوسموسس، هي حاله خاصه اسمها ايه؟ اوسموس. عرفنا القصه، يبقى امتى اقول ديفيوجن؟ اي بارتكلز غير الووتر. امتى اقول اوسموسس؟ الووتر فقط. طب هل في سيميلارتيز ما بينهم؟ اه. طيب قبل السيميلارتيز برضه الديفرنس الاخير اللي هنقوله، هنقول هنا نو ميمبرين نيدد، يعني ممكن تعمل اكسبيرمنت دي في انك، نقطة انك في كاب اوف ووتر ممكن، وممكن البرفيوم سبريد ان اير، ممكن السميل بتاعت الكيك او كوكينج سميل تتنقل لك، ده مش محتاجة ميمبرين، يبقى نو ميمبرين، نو ميمبرين از نيدد في الديفيوجن. لكن ممكن انا كليفنج اورجانيزم احتاج الديفيوجن؟ اه طبعا، الجاس اكسشينج من البلد مثلا، البلد الموجود في اللونجز حوالين الالفيولاي بياخد الاكسجين باي اي ديفيوجن، وبيرجع الكربون دايوكسيد للاير اوف الفيولو باي ديفيوجن، في الانتستاين الابسوربشن اوف نيوترينس باي ديفيوجن. تمام كده؟ الديفيوجن انا محتاجه كبيولوجيكال بروسس. تمام كده؟ في حاجات كتيره جدا مهمه بالنسبه لنا. تمام كده؟ طيب لكن اوسموسيس حركه الووتر كونتنت او الووتر مولكيولز من سل لسل، تمام، في الليفنج اورجانيزم ده اسمه اوسموسيس. اتفقنا؟ ده الفروقات اللي جابها. طبعا اشكركم يا اولاد لاستماعكم، اتمنى يكون الفيديو مفيد ومثمر ليكم، ويكون بوش لقدام وتستفيدوا منه.